مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. يمكن المكان اللي أنا واقف فيه دوت تقاطع شارع محمد محمود مع القصر العيني من أهم الشوارع في الثورة يوم 25 يناير. كان بداية هجوم قوات الأمن المركزي ودخول المدرعة علينا، دخل علينا من شارع القصر العيني، والعساكر العسكري واقف على المدرعة وبيضرب بكل قوة علينا. كان تقريبا الساعة 12 على 12 ونص كده بدأ الهجوم عنيف من آلاف من قوات الأمن المركزي. وفي المكان ده بالظبط أخدت ضربة من جندي من جنود الأمن المركزي هنا على كتفي، كل لغاية دلوقتي باخد لها علاج طبيعي. المكان ده كمان شهد بعد كده في يوم 25 يوم 28 يناير رجعنا تاني للميدان، وبرضه رجعنا لنفس المكان ده وبدأ هجوم تاني من قوات الأمن المركزي يوم 28، لكن الحمد لله كنا قدرنا ان احنا نصد الهجوم دوت. وحصل كمان حاجة غريبة جدا، انه قوات جت لابسة زي عسكري وكلنا هتفنا ليها وهي داخلة علينا، يعني تقريبا اربع عربيات. مجرد دخولهم هنا الشارع فوجئنا بهجوم شرس من قوات الأمن المركزي وقنابل الغاز. عرفنا ان القوات دي مش قوات جيش، هي قوات متنكرة، قوات حرس جمهوري ومتنكرة في زي جيش علشان ما حدش يمنعها من الدخول. قوات الحرس الجمهوري المتنكرة في زي عسكري كانت جاية من هنا، حوالي اربع عربيات قوات حرس جمهوري، وبعد كده جم ثلاث عربيات تانيين منعناهم. وبالفعل لقينا جوه العربيات دي عدد كبير جدا من الذخيره، ولقينا قنابل مسيله للدموع. نزلنا العساكر وربطناهم هنا في مدخل عماره علشان ما يروحوش مكان تاني. يمكن الشباب ولقوا في عربيه من العربيات ديت، لانه كان ساعتها معركه حقيقيه، والقوات الحرس الجمهوري اللي جايه للاسف راحت تحمي السفاره الامريكيه هنا ووزاره الداخليه وبتهجم على الثوار، وكان لازم يبقى لنا موقف معاهم. الشارع النقطة دي برضو ليها أثر كبير علينا في الأيام اللي بعد كده، يوم 9 مارس ويوم 9 إبريل وأحداث شارع محمد محمود نفسه كان هنا. للأسف الشديد يوم 19 نوفمبر اللي فات قوات من الأمن المركزي والشرطة جم وضربوا الشباب اللي كانوا معتصمين هنا، وكان عددنا ما يتعداش 500 واحد، وكان دي بداية شعلة أحداث شارع محمد محمود اللي على أثرها تم إقالة حكومة عصام شرف. ولكن كان المطلب الرئيسي وقتها هو رحيل المجلس العسكري وإجراء انتخابات رئاسية بشكل عاجل. المضمون العام أنه المكان ده ليا ولكل الثوار بيمثل نقطة أساسية في حياتنا، أنه هي نقطة بداية التغيير لمصر الثورة، نقطة بداية التغيير ان احنا ننتقل لسلطة منتخبة تلبي احتياجات الشعب وتحقق مطالب الثورة الرئيسية. دفع مئات الآلاف الى الشوارع في القاهرة.